بسم الله الرحمن الرحيم. أظنكم تتابعون المشهد هذه الأيام، وهو مشهد لا أريد أن أسميه ضبابيا كما كان يقول بعض الذين تحدثوا في هذا الأمر، لكنه هو مشهد المكاشفة والمصارحة والشفافية. نعم، نحن كنا في حاجة إلى حوار وطني، وقد سبق وأن أطلقنا هذه الدعوة منذ أكثر من عام ونصف. والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أطلق هذه الدعوة كان يعني تماما مدى الجدية ومدى الإحساس بالمسؤولية ومدى السعي إلى إيجاد قواسم مشتركة بين أبناء الوطن الواحد ليتحاوروا ويتناقشوا ليصلوا في النهاية إلى نتيجة حقيقية وموضوعية مرتبطة بالمسؤولية، مسؤولية كل مواطن عن هذا البلد، مسؤولية كل مواطن عن مؤسسات هذا الوطن، مسؤولية كل مواطن عن الحاضر والمستقبل. وعندما نتحدث بهذه اللغة فنحن نعني تماما الفارق ما بين لغة الإثارة وما بين لغة الموضوعية التي تقرأ المشكل وتقدم البديل. نحن في حاجة إلى بدائل حقيقية، ليس مطلوبا دغدغة مشاعر الشارع، فالشارع ليس في حاجة إلى من يدغدغ مشاعره. الشارع يشعر بالأزمة ويعاني، لكنه لم يفقد الثقة، ولديه أمل كبير في المستقبل وإحساس يقيني بأن هذا الوطن سيخرج من أزماته المتعددة والتي هي نتاج أزمات عالمية. نعم، ثمة أخطاء موجودة، ما حدش يقدر ينكر ده، وثمة مطالب مشروعة لبلد يضرب بجذوره في عمق التاريخ 7000 سنة حضارة. من حقه أن ينعم بالحياة الحرة الكريمة، من حقه أن ينعم بالحرية، من حقه أن يناقش أوضاعه في إطار من الشفافية والعلنية والمسؤولية. وزي ما قلت لكم امبارح، اللي شاف المشهد الأولي للحوار الوطني الذي لم يأتي نتيجة أزمة وإنما جاء انطلاقا من مسؤولية القيادة السياسية التي كلفت المؤتمر الوطني للشباب بالإعداد لهذا الحوار، انطلاقا من مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الإصلاح السياسي قد تأخر نتيجة ظروف موضوعية ومشاكل وأزمات عانيناها كثيرا على مدى أكثر من عقد من الزمان. رأينا فيها العجب والمشاكل والأزمات وكل ما شاهدتموه على أرض الواقع، رأينا فيها الخوف والذعر والانهيارات الاقتصادية والاجتماعية وتدمير البنية التحتية، لكننا كنا على ثقة ويقين أننا سنخرج من هذه الأزمة وأننا سنعبر لبناء الوطن الكبير، لبناء الكيان الوطني مجددا بصورة تريح الناس في حياتها وفي أوضاعها، ونعيد بناء ثوابت ومؤسسات طالها العطب في فترة الفوضى والانهيارات ولعب على مشاعر الناس بهدف الكل كان يعرفه والكل كان يدركه. أنا حضرت الجلسة الأولى واتبسطت من الصورة العامة اللي أنا شفتها والتنظيم المكمل والأداء الجيد اللي عملته الأمانة الفنية، وأدركت بالفعل كما أدرك غيري المفتوح، وإن أي حد من حقه إنه يتكلم ويقول رأيه ويطرح علنا ويذاع في كل وسائل الإعلام. أي نظام خايف وأي نظام ضعيف وأي نظام مهتز لا يمكن أن يسمح بهذا الأمر، ولكننا نستطيع أن نقول بملء الفم أننا عرضنا أزمات وتحديات وواجهها وما زلنا نواجهها، وأن لدينا القدرة
في أن نطرح المشكل ونبحث عن البديل، ولدينا القدرة أن نراجع أنفسنا في أخطاء قد حدثت، وفي مشاكل قد تولدت، وفي أزمات قد أحكمت، وفي واقع مرير ربما أخطأنا في علاج هذا المشكل أو ذاك، أو لجأنا إلى هذا الأسلوب ولم يكن هو الأسلوب الأفضل، لكن ذلك تم بحسن نية وبإدراك حقيقي بأن مصلحة الوطن هي التي كانت تحكم هذا العمل أو ذاك. فيش حد كان متعمد أن احنا نقع في أزمة اقتصادية، ما فيش حد كان متعمد أن احنا ندخل في أزمات ومشاكل، لأن مصلحة النظام ومصلحة القيادة السياسية أن يكون هناك حالة ارتياح شعبي في الشارع. فأنا على يقين أن كل من سيتحدث بقلب وطني جسور، وسيضع يده على الجرح داخل أروقة هذا الحوار الذي سيبدأ بالمحور الاقتصادي، بالمحور السياسي، والمحور الاقتصادي، والمحور المجتمعي، لنصل في النهاية إلى مجموعة من التوصيات يتم طرحها على القيادة السياسية. وأنا واثق أن البدائل التي ستطرح ستكون موضع تقدير واحترام، طالما أننا تحدثنا في الإطار الذي بدأنا فيه هذا الحوار. لكن أنا عايز أتوقف، الساحة المصرية شهدت اليومين اللي فاتوا كلام كتير، بعضه قيل في الحوار وده مشروع، وبعضه قيل من بعض رجال الأعمال الذين أطلقوا بعض المقولات التي تستحق الرد. كان ده كان عن أوضاعنا الاقتصادية، والحديث اللي كان بيقول إن في أجواء طاردة للاستثمار، لم تطرق إلى الديون، مسببات الأزمة، الفشل في تحقيق البرنامج الاقتصادي بشكل واضح. وطبعا خليني أقول من البداية أن كثير من هذه التساؤلات المطروحة شرعية، حق الناس نتكلم، حق الناس تنتقد، حق الناس تقول الحكومة أخطأت في كيت وكيت وكيت وأصابت في كيت وكيت، وفي رؤى موضوعية جرى الحديث حولها. وخلينا نقول انه في ازمات ومشاكل وغلاء اسعار وتذبذب في العمله، ودي كلها امور لا يمكن لاي محلل موضوعي او اي شخص عنده ضمير وطني ان يتجاهلها. لا، مش معنى ان انا بتكلم عن ان انا ضد او كذا، لا، لكن تعالوا نشوف. فانا بقر من البدايه بحقائق هذا الوضع اللي لا يمكن تجاهله، وبقول ان الدنيا صعبه والأحوال الاقتصادية ليست على ما يرام زي ما كنا نأمل وكنا نتمنى. بس خليني برضو أبقى موضوعي وأقول اللي لينا واللي علينا. أنا عايز يا جماعة قبل ما أتكلم على المشاكل ومين السبب، عايز أقارن بين وضعين، اسمحوا لي بدي يعني. وضع دولة خرجت من الفوضى وكانت منهارة اقتصادياً، معدل النمو فيها قبل 2014 كان حوالي 2.5%، الاحتياطي النقدي ما زادش عن 14.5% مليار دولار. دولة كانت خدماتها ضيعة، مفيش خدمات، لا أمن، لا بنية تحتية، كهرباء بتقطع عندك 12 ساعة كل يوم، مشاكل تبدأ من أنبوبة البوتاجاز لغاية رغيف الخبز اللي كان يقف فيه طوابير كتيرة، ونتكلم عن منظومة الخبز ونتكلم على كذا. دي حاجة. الحاجة التانية، كان عندك دولة ما كانتش بتعاني من أزمات عالمية وانعكاساتها علينا، لا كان في أزمة كورونا ولا كان في تضخم عالمي ولا كان في حرب روسية أوكرانية، وكلنا عارفين وشوفنا إن الفترة الماضية وحتى ما قبل أحداث كورونا كانت الأمور ماشية كويس في البلد، محدش ينكر ده. كنا بنبني دولة، بنسعى لعلاج مشاكل مزمنة، بنسعى إن احنا نعالج ملايين المواطنين المصابين بالفيروس و و و والأمراض كتيرة جدا، بنسعى إن احنا نحقق حياة كريمة،
بنسعى ان احنا نخرج الناس من العشوائيات اللي كنا مصدعين دماغ اي حكومه فيها، بنسعى ان احنا نحل مشكله المرور اللي كنت تطلع في اي حته توقف نص ساعه عشان تعدي، بنحاول نوجد طرق جديده، بنحاول نعمل بنيه تحتيه جديده، بنحاول نوفر خدمات، بنسعى للتطوير في اي منحى او في كل منحى احنا عايزينه من مناحي الحياه. وفي الفتره دي وانتم فاكرين معدل النمو وصل قبل كورونا الى ما يقارب 6%، وبدانا نحقق فائض كمان في الموازنه. في عجز لكن كان في فائض في مبالغ اخرى بتتم. وكنا بنتكلم في الفترة دي، واظن كانت السيدة وزيرة التخطيط بتكلم على ان احنا بنأمل ان يوصل معدل النمو 6.5% قبل كورونا. طبعا البلد قبل كده زي ما بقول لكم كانت بتواجه تحديات كبيرة جدا وبتحاول تحل كثير من المشاكل والازمات. واللي بيتباكوا عن فترات سابقة بقول لهم انظروا الى التحديات اللي بتواجه البلاد دلوقتي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، في الشمال الشرقي، في الغرب، في الجنوب، وقس على ذلك في البحر الأحمر. يعني قبل 2011 ما كانش في أزمة مع ليبيا، كان ليبيا لينا فيها 2 مليون مواطن بيشتغلوا، كان عندنا عشرات الشركات، وكان العملة الصعبة بتدخل لنا، وكان وضعنا كويس قوي. النهاردة الوضع مختلف، النهاردة أنت بتواجه على الاتجاه الغربي أزمة أمنية شديدة، 1004 كيلومتر. هو أنتوا نسيتوا أنه جات لنا جماعات إرهابية واللي كان في الواحات ده الجريمة اللي أنتوا شفتوها وغيره وغيره؟ أنتوا نسيتوا أن مئات الآلاف من العاملين في ليبيا رجعوا وعايزين شغل وبيدوروا على شغل؟ أكيد ده فرض علينا كلفة كبيرة يا جماعة، أكيد ده استنفر قواتنا من قوات مسلحة أو الجهات المعنية الأخرى عشان تنتشر على الحدود وتحمي البلد دي، خصوصا إن احنا عارفين إن في ليبيا في ميليشيات، في عناصر إرهابية، في تنظيمات، احنا رحنا جبنا من هناك الشام العشماوي وغيره وغيره وغيره، وفي ناس حاطت خطط للتسلل في الداخل، دخلوا الفرافرة والواحات وغيره وغيره وغيره. لما تكون الدولة غير مستقرة ولما يكون فيها هجمات إرهابية وفي مؤامرات حيكت ضد البلاد وفي مظاهرات شغالة وفي قتل وفي تخريب للمنشآت، ما تقوليش لا استثمار ولا قطاع خاص ولا قطاع عام. المستثمر المحلي أو المستثمر الخارجي هيستثمر إزاي وانت ما عندكش أمن، ومصنعه ممكن يتهاجم في أي وقت ويتحاصر في أي وقت ويتفجر في أي وقت؟ طب انت هتعمل مشروع ازاي وما عندكش كهرباء؟ الكهرباء بتقطع 12 ساعة في اليوم. هتتحرك ازاي وانت عندك طرق بايظة ما حد سأل فيها؟ خلينا صراحة، انت النهاردة عامل كام؟ ما يقارب من 10,000 كيلو متر وغيره وشغال وبتشتغل من شارع لشارع. انت عشان تعدي من شارع لشارع كنت تاخد في اشارة المرور نص ساعة. ده واقع عشناه، وإن كنت ناسي أفكرك. شوف الواقع اتغير إزاي. عندك غاز، أنت كان عندك أزمة في غاز قبل كده. أنت عندك غاز استخرجته، أنت اللي استخرجته في الزمن ده. وحليت مشكلة أنابيب البوتاجاز اللي كانت الناس بتقف بالساعات. والله أنا فاكر لما كنت نايم في حلوان كنت آخد عربية البوتاجاز وأطلع بيها وأقف عشان تتوزع، وده اللي كان أيضاً بيعمله شقيقي محمود. الناس هتاكلنا، لانه في زحمه شديده، ما كانش فيه بوتاجاز. النهارده الغاز بيوصل للقرى. النهارده انا بصدر غاز لبره ب 500 مليون دولار شهريا. كانت السفن تيجي لغايه اسكندريه وانت مش قادر تدفع لها عشان تاخد الغاز فتضطر ترجع، فتكلم مصنع الغاز يقول لك لا، ما السفينه ما فضتش، خلينا بقى نستنى. انت كمان النهارده عندك تكرير للغاز المسال لعدد من دول شرق البحر المتوسط. مش عايزكم تنسوا الكلام ده. طيب يا بهوات، يا اللي انتوا اتكلمتوا وكلامكم على العين وعلى الراس، بتقولوا ان الاقتصاد الكلي في مصر متاثر بالتضخم
وعدم استقرار سعر الصرف، وأنا ما بنكرش ده وبقول له عندك حق، بس عاوز أفكرك إن معدل التضخم في مصر نزل قبل أزمة كورونا اللي حصلت من 35% ل 5%، احنا وصلنا ل 35%، نزلنا ل 5%، وبقت الدنيا كويسة أوي والدنيا ماشية. قدرت الدولة المصرية تسيطر على التضخم، لكن ظهرت المشكلة بشكل كبير بسبب التضخم اللي شهدته الاقتصادات العالمية وتحديدا الاقتصاد الأمريكي. وعايز أفكرك إنه خلال أزمة كورونا طبعوا تريليونات الدولارات ووزعوا على الناس اللي قاعدة في البيوت فلوس، فارتفعت الأسعار، بقى في فلوس كتيرة، حصل التضخم. وبعد ما حسوا بالمشكلة قالوا عشان نسيطر على التضخم لازم نرفع سعر الفايدة. بدأنا نشوف البنك الفيدرالي الأمريكي بيعمل إيه، من 10 نقاط ل 500 نقطة وهلم جرا. طبعا ده لازم يؤثر علينا بشكل مباشر، لازم يؤثر على مصر بشكل مباشر. بالبلد دي لما كنت تشوف إنجاز زي كده كنت بتفخر إنك مصري، حتى العربي اللي بيجي من بره بيفخر بهذا البلد. ما تخليش الأزمة اللي احنا عايشينها لأسبابها، وهتكلم معاكم عن أسبابها، تغم عينينا، عشان البلد دي لازم تقف على رجليها ونتحدى وبكل قوة وبكل إيمان. وتاريخنا شافع لينا، واللي يقرأ تاريخ مصر مهما عانت ومهما تحدت مشاكلها وتأزمت بتقف على رجليها. إذا ما كانش عندك الإيمان بالبلد دي هتبقى زيك زي الخونة اللي بيتأمروا على البلد، زي اللصوص اللي بيسرقوا بمصر ويطلعوا الفلوس بره وما يجيبوهاش، زي اللي بيهرب فلوسه وما تهموش مصر بقدر ما تهمه المليارات، تبقى بنوك سويسرا وفي غيره وفي غيره وفي غيره وفي غيره، زي اللي أدمن الفساد على مدى سنوات طوال واستغل منصبه وباع البلد بره وحول مصر إلى مشروع استثماري. احنا عانينا من الأوضاع دي، عانينا من الأوضاع دي كتير. وفي الفترة الأخيرة بعد التضخم اللي حصل في أمريكا وغيره، لما بدأنا نشتري حاجتنا الأساسية مواد الخام بدأنا نشتريها بأسعار أعلى بكتير. القمح قبل كورونا وقبل السلاسل وقبل الحرب الأوكرانية الروسية، احنا قبل الحرب بالذات كنا بنشتري القمح ب 230 دولار الطن، النهارده وصل ل 500 دولار او بعد الحرب مباشره. طب ده مش هيعمل مشكله في الموازنه العامه بتاعتك؟ لما انت تكون محدد مثلا 6 مليار وتفاجئ انه بقوا 10 مليار او 12 مليار، هو مش ده بيزيد عليك عبء يا مواطن يا مصري؟ عبء الحكومه مش مسؤوله عنه، لكن الازمه العالميه وتداعياتها هي المسؤوله عنه. لما يكون انت محدد في الميزانيه ان سعر برميل النفط ب 60 دولار وفجاه تلاقيه بقى ب 120 دولار، هنوقف ما نجيبش نفط ولا هنجيب؟ طب عشان هجيب هزود العبء وهتبقى في مشكله عندي في العمله الصعبه. بدانا نشتري كل حاجه بضعف ثمنها، وده كله شكل ضغط كبير على العمله الصعبه. بعد ما كان الاحتياطي الاستراتيجي ببلدنا حوالي 44 نص مليار دولار، نزلنا لحوالي 34 مليار دولار. ما انا باخد عشان اسد، حصل ارتفاع كبير في تكلفه التموين، طلع من عندنا في الوقت ده 20 مليار دولار الهوت ماني او المال الساخن. ليه؟ في فايده بقى، ارتفع سعر الفايده في البنك المركزي الامريكي الفيدرالي الامريكي، يجري على هناك، ماله بينا. اتنين، وعايزكم تفتكروا دي كويس قوي وتحطوها في دماغكم عشان بعض الناس ايه رايح جاي. بدأت تحصل علينا ضغوط من جهات عديدة، بعض هذه الضغوط ضغوط سياسية، البعض شافها فرصة عشان يحقق مكاسب سياسية معينة، يفرض أجندات محددة. بدأنا ندخل سوق المقايضات سيب ونسيب،
اعمل كذا اعمل لك كذا، اعمل كذا في ملف كذا اعمل لك كذا. دي امور مش ممكن تتجاهلوها ناس، ما حدش يقدر يتجاهلها. ان التضخم الخارجي اللي سببه التريليونات اللي طلعت انعكس علينا لما ارتفع سعر الفائده عشان يخفض من قيمه هذا التضخم او من حجم هذا التضخم، بقينا احنا بندفع. الازمه بقيت انا اللي بدفع. الاسعار بتزيد بقيت انا اللي بدفع، طب هجيب منين؟ وتيجي في النهايه تقول لي الدوله المصريه فشلت. لا، انا معاك في امور حصلت والله مش ضد، وانا قلت ده في مجلس النواب وقلت كتير وقلت قبل ما اي حد يقول بالنص، قلت اوقفوا المشروعات القوميه، هناك شيء اسمه فقه الاولويات ومسجله في البرلمان من سنه ونص، وكان دافعي ان احنا نحرص، مش ضد المشروعات القوميه ابدا، المشروعات القوميه انجاز عظيم وتاريخي، لكن كنت قايل خلي ده شويه عشان نشوف حاجات تانية، والحمد لله ان الحكومه استجابت. اللي بيحصل دلوقتي ان احنا بنصحح اي ملاحظات، حتى ولو كان يعني في الفتره الماضيه تمت ومضت، لكن عندنا احساس ان بلدنا كان ناقصها كتير فاتعملت هذه المشروعات، وان احنا لازم نبني باسعار النهارده لان بكره ممكن الاسعار هتبقى اعلى. لكن ما كناش حاسبين ان العالم هيواجه الكورونا وهيواجه الحرب الروسيه الاوكرانيه وهيحصل تضخم وهتنجم مشاكل كبرى وتداعيات خطيره. احنا كنا من اوائل من تضرروا من هذه الحرب ولا زلنا. خلينا نتفق مع بعض ان بلدنا دي بتواجه ازمه، وان الغلابه والطبقه المتوسطه احوالهم صعبه، وان ده لازم يتشاف له حل، وان الرئيس رفع اجراءات الحمايه الاجتماعيه والمرتبات وبطاقات التموين، ولكن الحل مش هيحصل بين يوم وليله زي ما الناس عايزاها، خاصه ان احنا حلينا مع بعض مشاكل مستعطيه كتيره في الفتره اللي فاتت. انت كنت يا اخي العزيز شبه دوله، وانا قلت في يوم من الايام في اكتوبر 2013 لما طلبوني عشان اقابل القائد العام الفريق اول عبد الفتاح السيسي، كان لسه وزير دفاع، كان في احتفال عاملاه احدى الجامعات الخاصه، جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبعدين نادوني، رحت دخلت على القائد العام وبقول له يا فندم هو انت مش هتنزل انتخابات؟ قال لي اي حد هينزل انتخابات قدامه ثلاث تحديات. التحدي الاول الانهيار اللي حاصل في المجتمع، مؤسسات الدوله تآكلت. الامر الثاني المصري بياخد 10% من احتياجاته اللي عايز 100 جنيه بياخد 10 جنيه. الثالث انهيار منظومة القيم بعد الفوضى اللي احنا عشناها. شوف كان عارف ايه؟ الكلام ده من اكتوبر 2013 قبل ما يفكر ينزل انتخابات الرئاسة. وقبل التحدي. وقال هدخل في ازمات ومشاكل، لكن انا في النهاية مقاتل، لازم اقف. بس انت ما وقفتش، اللي انحست لينا في 3 يوليو وانقذت البلد دي من حرب اهلية، مين اللي هيقف؟ مين اللي هيقف؟ مين اللي هيقف مع البلد دي في فترة تاريخية صعبة وفي أزمة تاريخية صعبة؟ أنت النهاردة دولة مش شبه دولة، دولة ليها مؤسساتها القوية، دولة لها اعتبارها في العالم، دولة شريكة في صنع القرار، دولة بتحمي حدودها ولديها أمنها واستقرارها، دولة بتعمل للمستقبل وتنظر للمستقبل. طيب انت بتكلمنا الكلام ده كله عن مصطفى، اهلا وسهلا واحنا حافظينه. قول لنا بقى حكايه الديون الكتيره دي. ليه انا دينت نفسي بكل دي؟ وانا معاك انها كتيره. كان لازم نفر من فتره. انا عندي دينين، دين محلي ودين دولي. ديون محليه ما فيهاش مشكله كبيره. لكن الديون الخارجيه اللي بالعمله الصعبه هي دي المشكله. طبعا كان عندنا ديون للخارج من قبل كده، لكن زودناها بأضعاف. انت بتعمل تنمية
وبتبني وبتحتاج عملة صعبة. طبعا العملة الصعبة بتيجي بالتصدير، سياحة، قناة السويس، تحويلات المصريين في الخارج، وكنا ماشيين كويس. حصل عندنا فجوة تمويلية. طبعا تحويلات العاملين المصريين بالخارج دلوقتي كانت 32 مليار دولار السنة اللي فاتت. حسب إحصاءات البنك المركزي حصل انخفاض 24%، يعني 8 مليار دولار من 32 مليار راحت علينا. دول ازاي؟ راحت للسوق السوداء. انتوا عارفين ايه اللي بيحصل بره؟ ياخد منك الدولار بسعر السوق السوداء، انت بتبيعه ب 30 و 85 قرش، انا هديهولك ب 40 جنيه. فياخد الفلوس ويسلمك ياخد الدولار ويسلمك الفلوس في نفس اللحظه هنا في البلد، واحتفظ بالدولار في الخارج يشتغل بيه بقى لاهداف سياسيه، لاهداف تجاريه، اي حاجه. اقتصاد مصر كبر. كبر خلال الثمان سنوات اللي فاتت. اصبح ثاني اقتصاد في افريقيا والعالم العربي. لكن المشكله اللي انت بتعانيها واللي الناس بتعانيها ان القطاع المصرفي عنده مشكله في حاجه للعمله الصعبه. عشان نقدر نمشي امورنا. احنا يا جماعه حجم استيراداتنا من الخارج كام؟ ب 90 مليار دولار. ده بخلاف اقساط الديون وسداد الديون المستحقه وغيره وغيره وغيره. انت بدون الازمه دي كنت ماشي كويس. قناة السويس كانت بتديك قبل كده 5.5 مليار دولار، النهارده بتديك 9 مليار دولار عشان القناة اللي انت عملتها، القناة الجديدة 9 مليار دولار. عمرنا ما كنا نحلم بالرقم ده. مشكلة السياحة فضلت من 2011 في تراجع دائم عشان الظروف الأمنية. النهاردة لما انت ظبطت الظروف الأمنية وحكمت مسألة الاستقرار وقدمت الشهداء في سيناء وفي غيره وفي غيره، انت بتوصل ل 12 مليار و 14 مليار دولار. الصادرات وصلتها ل 34 مليار دولار. المشاكل انت كان نفسك السنه دي توصل ل 40 مليار دولار. لكن حاصله مشاكل كثيره جدا احنا مش مسؤولين عنها. بقدر الظروف وتوقف كذا وكذا وكذا والحروب اللي تمت. بتقول لي في اخطاء وانا بقول لك في اخطاء. نعم في اخطاء، من بينها تراجع دور القطاع الخاص، والاخطاء دي كان لازم نصلحها ونرشدها. لكن ما نقولش ان البلد كلها غلط في غلط، وان الدوله ما عملتش حاجه، وان مصر قبل كده كانت افضل. طب اماره ايه؟ مصر لولا ازمه كورونا ولولا التضخم العالمي ورفع سعر الفايده ولولا الحرب الاوكرانيه الروسيه كنا في وضع افضل بالتاكيد. ما تنسوش انه في ازمه كورونا العالم كله قفل ومصر كانت ماشيه وعامله معدل نمو مش قليل قياسا بالعديد من دول المنطقه الاخرى. مصر وشعبها، مصر وشعبها. نعم البطل الحقيقي هو مصر وشعبها، هو الشعب المصري العظيم اللي عانى واللي بيعاني واللي صامد عشان بلده واللي بيدور على كيانه الوطني واللي عنده هدف أكبر بكتير جدا من مشاكلنا وأزماتنا، واللي عنده إحساس بالبلد وبهمها وبالقائد اللي بيشتغل من أجلها. بغض النظر عن الزعل والأزمة، ما حدش هيزايد على حد ولا في حد يقدر يخون طبقته. وأنا بزعم إن أنا من الطبقة دي، الطبقة الفقيرة بأهلنا وناسنا اللي تربينا معاهم وعشنا معاهم ومتبنين مشاكلهم في كل العصور وفي كل الأزمنة وما يهمناش. نحن مع الدولة وقد نختلف مع النظام أو مع الحكومة في أي وقت، لكن طول ما الدولة شغالة وبتقع في أخطاء فإحنا مهم إن إحنا نصلح الأخطاء. زي مشكلة القطاع الخاص. القطاع الخاص تراجع من 62% ل 21%. ليه؟ ليه؟ هل احنا ناويين ندمر القطاع الخاص؟ لا ابدا، بالعكس. مفيش دولة تقف من غير قطاع خاص. القطاع الخاص عامل مهم في التنمية. طب ليه نزلنا النسبة دي؟ ان الموضوع ده كان له اسبابه. انت خارج من ازمة وعايز تبني دولة، يا ترى كان ممكن القطاع الخاص ينفذ المشروعات دي في المواعيد المحددة وبالاسعار المطلوبة؟ يعني كان يقدر ينقذ البلد بالسرعة اللي احنا شفناها دي؟
احنا لما جبنا القوات المسلحة وده مش دورها، كان دورها هو الاشراف، كانت تحت ايديها اكتر من 4000 شركة قطاع خاص وعدد محدود من الشركات الحكومية. انت كنت بتشغل 5 مليون عاطل عن العمل، يعني بتفتح 5 مليون بيت. تصور لو البيوت دي قافلة، تصور لو ما فيش شغل. كنت تعالى كلمني عن معدلات الجريمة وحالات الجوع وانهيار الأوضاع. عشان كده اوعى تقول ان الأزمة داخلية، انا معاك ان في اخطاء، تاني بقولها لك، لكن الدولة بدأت تصحح، بدأ القطاع الخاص وده كلام الرئيس ياخد دوره، وبدأنا نطرح الشركات وغيره وغيره وغيره، وبدأنا نقول يا جماعة شيلوا ايدكم من هنا وشيلوا ايدكم من هنا واتركوا هنا، ماشي مطلوب. لكن انظر حولك وشوف تداعيات الأزمة العالمية في أمريكا وألمانيا وبريطانيا وهولندا وفرنسا وغيره وغيره وغيره. الأسعار صعبة جدا، والحكومة لازم تتدخل وتشدد من الرقابة وتحاكم كل اللي بيتاجروا في قوت الشعب. لكن ده مش معناه ان البلد ضاعت وان الدنيا سايبة. اذا كان في معوقات ضد الاستثمار رغم كل اللي تم انجازه من بنية تحتية وبنية تشريعية، الامل موجود، خاصة ان الرئيس لما انشأ المجلس الاعلى للاستثمار وضم كل مؤسسات الدولة فيه وبرئاسته، بدأت التوجيهات تتم بمواجهة المشكلة، إزالة كل العقبات، احتضان المستثمرين وجذبهم. ده مش معناه يا جماعة إن يخرج البعض عشان يعلن على الملأ إنه قرر وقف استثماراته في مصر بسبب العملة المتذبذبة وغيره. يا أخي سيب غيرك يتكلم، أنت ما شاء الله يعني عملتهم زيادة، ربنا يبارك لك، لكن الثروات اللي جمعتها من البلد دي حقك، محدش يتكلم. فلوسك بره جوه ده يرجع لضميرك، لكن بلاش نحرض الناس بادعاءات زائفه ان مصر طارده للاستثمار. على فكره انا عايز اشيب لكم شخصيه سعوديه لها وزنها، وهو السيد محمد بندر العامري رئيس مجلس الاستثمار السعودي المصري، اللي كتب تويتة على حسابه وقال فيها: لا يخفى على مجتمع الأعمال في العالم ما يحدث في اقتصاديات الدول بعد أزمة كورونا والحرب الدائرة بين الغرب وروسيا، مما كان له أكبر الأثر على أكبر اقتصاديات في العالم، ولكن لم نسمع رجال أعمالهم يصرحون بعدم العمل في بلدانهم. قال: بلدنا مصر فيها فرص استثمارية واعدة وخير كتير استفاد منه أهل مصر والمستثمرين فيها، وأنا على يقين بعد تشكيل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللجنة العليا للاستثمار سوف تحل جميع التحديات التي تواجه المستثمر المصري والأجنبي. ما نحتاجه فقط صبر على أم الدنيا. بإذن الله لن نخسر مع رؤية هؤلاء العظماء. يا سلام يا سلام يا سلام لما شقيق سعودي ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي يقول هذا الكلام، ألا يختشي البعض؟ احنا على يقين ان الاستثمار هنا في مصر او في السعودية او في الامارات او في اي بلد كلنا امة واحدة، لكن انا بطلب من البعض لا تحاولوا ان تسددوا السهام الى صدر مصر، الى صدر وطنكم اللي جمعتم منه الثروات، مهما كان الجرح ومهما كان الالم. ده اذا كان في جرح او الم عند بعض هؤلاء، البلد دي باقية والبلد دي هتقف على رجليها طول ما فيها شعب، طول ما فيها جيش، طول ما فيها شرطة، طول ما فيها قضاء عادل، طول ما فيها أمن واستقرار. مصر مش هتقع، ومصر هتعدي الأزمة، والقيادة السياسية وبقولها بملء الفم
في وقت البعض بينط بيه من المركب والبعض بيتحول. لا، قائد وطني يريد لهذا الوطن أن يقف على قدميه. في أساليب بتحصل، في مشاكل بتحصل، في أخطاء بتحصل، لكن في نية حقيقية لبناء مصر، وهتتبني مصر بشعبها العظيم بقواها الطليعية المحترمة. ولما بقول لكم عن الحوار الوطني وموافقة السيد الرئيس في غمضة عين على الإشراف القضائي اللي كان البعض يعتبره من المستحيلات، ده يدينا أمل، وهنشوف نتائج الحوار وبإذن الله ستتحقق كثير من الأمال. إذا كانت الفترة الانتقالية لها مسبباتها وأسبابها، إحنا الآن في فترة استقرار، عايزين الإصلاح السياسي على أوسع نطاق، عايزين الإصلاح الاقتصادي، عايزين نواجه الفساد بشكل أكبر، عايزين نواجه المشاكل بشكل أكبر، عايزين نفتح الباب أمام المستثمرين بشكل أكبر، عايزين ندي القطاع الخاص فرصته بشكل أكبر، عايزين نتلافى أي أخطاء حصلت، عايزين نسمع الناس، عايزين نسمع شعبنا، عايزين حرية الإعلام والصحافة بكل قوة وبكل إيمان. أتكلم وأنا مروح آمن، أقعد وأنا مروح آمن. وعلى فكرة إحنا ويعلم الله إحنا بنقول اللي جوانا، ومحدش بيرفع التليفون يقول لنا أنتوا قلتوا إيه. بعض الناس مصر، بعض الناس عندهم رقابة على نفسهم، يتلجلجوا ومش عايزين يتكلموا. واحنا بنقول، واللي شفناه في الجلسة الافتتاحية في مؤتمر الحوار الوطني، يدي رسالة للكل: حريتك هي حياتك، هي إيمانك، دفاعك عن الشعب وعن البلد وعن مؤسسات الدولة هو اليقين. اوعى بص شمال ولا يمين، اوعى تتأثر باللي بيتكتب في السوشيال ميديا، اوعى تتأثر في الهاشتاجات اللي بتبقى موجودة. انا عندي متابعة دقيقة لأي هاشتاج يتعمل، والله ببص الاقي اللي جاي الالكترونية اللي هنا اللي هنا، الواحد يكتب 20 تويتة فيها وهي عليك ان كل الناس كده. لا، ده الواقع الحقيقي يعكس هذا الامر. جيش مصر العظيم اللي بنشوفه على الحدود بيبني، وفي الداخل بيبني ويحمي، يد تبني ويد تحمل السلاح. شرطتنا واللي بنشوفها وازاي بتواجه وازاي بتحافظ على امن واستقرار هذا البلد، وازاي بتحاول تعالج كثير من المشاكل بشكل موضوعي، وازاي بتحترم الانسان ورؤيته وطرحه. لما بنشوف شعب مصر عظيم وقواه الطلعية بناخد أمل. واوعوا تفتكروا أي معارض ده يعني خاين ولا متآمن، لا، الخاين هو من يحتكم للسلاح، هو من يحرق البلد، هو من يتآمر مع الخارج ضد الداخل. لكن فيما عدا ذلك وطنيين محترمين ولهم الحق في أن يتحدثوا وأن يختلفوا مع النظام من فوق لتحت، حقهم. برلمان بيجيب وزير كل اسبوع يقعد يناقش فيه ويتكلم معاه، ورئيس البرلمان يفتح الباب واسعا لكل من يريد ان ياخذ الكلمه ولا يتدخل في انتقادك الحاد لوزير او غفير او غيره او غيره. محتاجين ان احنا نطلع ونبني. احنا انتقلنا الان من مرحله الانتقاليه الى مرحله الاستقرار الحقيقي، فمحتاجين طول ما في جيش في مصر قوي وقادر، طول ما في رجال مخلصين في كل اجهزتنا الامنيه، في المخابرات العامه، مخابرات حربيه، في الامن الوطني، كل حته بتشتغل من اجل هذا الوطن ومن اجل استقرار هذا الوطن. مش كده بس، بتطلع بتروح في فلسطين عشان تحل، بتروح في السودان عشان تحل، بتروح ازمه هنا في ليبيا، في غيره في غيره، لان احنا عندنا ايمان. في اليمن، في اليمن، في الخليج، في العراق، في سوريا العائدة إلينا. ليه؟ لأن احنا عندنا إيمان إن مصر دي جزء من الأمة العربية، احنا مش منفصلين، وأن الأمن القومي كله لا يتجزأ، وأن حقوقنا في فلسطين ستبقى دائما مهما عملوا ومهما سووا. عندنا إيمان بالقومية العربية، إيمان حقيقي بالشعب، بالناس، بالبسطاء، بالغلابة، بالغلابة اللي اكتووا بالأسعار. هذا ما اشوف، مش عارف لتر الدم بيترفع مش عارف يبقى ب 200 وايه من 140، لا غلط، موضوع الدم ده غلط، ما ينفعش ازود في اسعار اكياس الدم ومشتقاته، ما ينفعش.
تبقى في لائحه جديده باسعار جديده مراكز نقل، ما ينفعش يعني ما جاتش الا على الدم يا جماعه. احنا محتاجين في الفتره القادمه نقعد على ترابيزه واحده زي ما احنا بدانا كده ونوصل لحل المشاكل، وصدقوني مصر قادره على الخروج من ازمتها. لكن اي حد يبيعنا في الوقت ده، اي حد يتاجر بينا في الوقت ده، اي حد يسيبنا وينط من المركب في الوقت ده، انا بقول له انت تفتقد الى الانتماء الحقيقي الى الوطن الحقيقي. بقول للبهوات اللي ما لهمش الا المال، البلد دي فيها كتير وخدتوا منها كتير، تراب البلد دي هيفضل عالق في اجسادنا لغايه ما نرجع لربنا ونمضي كل الى سبيله. بس طول ما احنا عايشين والله سيبقى دفاعنا عن مصر ومؤسسات الدولة المصرية. نختلف مع الحاكم إذا اختلف مع الوطن، ومع الناس نقف مع الحاكم إذا وقف مع الناس. دي عقيدة تعلمناها وإحنا صغيرين في بلادنا، تعلمناها في منظمة شباب الاشتراك وإحنا صغيرين في الإعدادية، وهتفضل جوانا وثوابتنا مهما تقول الخونة والمتآمرون، مهما حاول الفاسدون والمرتشون وأصحاب الأموال اللي بره اللي سايبين فلوسهم بره في سويسرا وغيره ان يتقولوا. لا احنا نقدر نلد كويس قوي على اي حد بيحاول ينال من هذا البلد، وعندنا المستندات، والله عندنا المستندات وعندنا التقارير بتاع جهاز الامن القومي على الفساد اللي طلع بره في شركات الاوفشور وغيره. لو قراتم التقارير هتقولوا ايه اللي بيحصل ده. فكفايه نطلب من كل رجل اعمال وطني الان الوقوف مع مصر. كلمة اللي قالها أخونا رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي رسالة لكل من يعنيه الأمر، ما هو الراجل إيده في الموضوع وإيده في الاستثمار. مصر بيئة جاذبة وقوية وقادرة على أنها تصلح الأخطاء. مصر فيها تنمية بشرية 105 مليون. مصر تقدر تبقى غول في الفترة المقبلة بوحدة المصريين وبقوة المصريين وبجيش مصر وبشرطة مصر وبكل شرفاء على أرض هذا الوطن. بعد قليل سيكون معنا حوار مهم مع الدكتور عبد المجيد أبو زيد الأستاذ بجامعة إفريقيا العالمية. هنتكلم عن الأوضاع في السودان، وخصوصا أنه يعني جاي مؤخرا من الخرطوم، وحنتكلم عن ماذا يحدث على أرض السودان الشقيق. لكن جامعة طنطا عقدت يوم الثلاثاء الماضي المؤتمر الدولي لكلية التجارة بالعاصمة الإدارية بحضور ومشاركة باحثين من مصر والعالم العربي. المؤتمر ناقش نمو اقتصاديات الدول النامية وتقديم الحلول لمعالجة المشكلات ومواجهة التحديات اللي بتواجهها مصر حاليا. تقرير ثم نعود. للدورة السابعة تنظم جامعة طنطا المؤتمر الدولي لكلية التجارة بعنوان بيئة الأعمال الحديثة في ظل المتغيرات العالمية، وذلك بمشاركة باحثين من مصر والعالم العربي والدول الأجنبية والمختصين بدراسات المحاسبة وإدارة الأعمال والمجالات التجارية، والذين يجتمعون لمناقشة الوضع الراهن للجمهورية الجديدة والتحديات المستقبلية تماشيا مع الأحداث التي تشهدها دول العالم. النهاردة بنقدم مؤتمر عن بيئة الأعمال الحديثة في ظل المتغيرات العالمية، يعني اللي هي كل يوم بتحصل بشكل متواتر. والحقيقة يمكن هو ده موضوع من الموضوعات المهمة جدا اللي موجودة، ويمكن حديث المجتمع كله عن ايه التغيرات اللي ممكن تحصل في البيزنس بلانز البيزنس مودلز بتاعت فكرة ريادة الأعمال والأعمال بشكل عام. عقد مثل هذه المؤتمرات في جامعة طنطا في حضور العديد من خبراء الاقتصاد من جامعة طنطا والجامعات المصرية وعلى مستوى العالم طبعا هيشاركونا الرأي، وأكيد هنخرج بتوصيات تخدم الأزمة اللي احنا فيها فعلا، ونحاول نخرج بيها بتوصيات فعلا تفيد
وتكون قابلة للحل، يعني توصياتنا فعلا تكون قابلة للتطبيق. ده المؤتمر السابع دولي لكلية التجارة جامعة طنطا. السنة اللي فاتت الحقيقة كان آخر مؤتمر لنا في مايو، واحنا انطلقنا من نهاية المؤتمر في مايو اللي فات بدأنا نجهز، لأن المؤتمر اللي فات كان جائحة كورونا وإزاي أثر في فرص العمل وفرص الأعمال والبزنس في العالم كله، وإزاي إن العالم كله الجائحة أثرت فيه. ففكرنا ان احنا في متغيرات كتيرة حصلت، كانت بدايتها من السنة اللي فاتت واستمرت بعد كده، زي الحرب الروسية الأوكرانية، زي كثير من المتغيرات اللي حصلت. فبدأنا نفكر ان احنا عايزين ندرس بقى المتغيرات دي ازاي بتأثر في بقية الأعمال. يؤكد هذا المؤتمر على اهتمام جامعة طنطا بالبحث العلمي والحرص على مشاركة الباحثين بأفكارهم ورؤيتهم من مصر والدول العربية. اطلقنا اسم المؤتمر وجالنا العديد من الأبحاث اللي درست الموضوع ده، هنناقشها على مدار الجلسات المتعاقبة في المؤتمر بإذن الله. وفي نفس الوقت احنا عندنا تداخل من العديد من الدول العربية الشقيقة ومن انجلترا، يعني احنا عندنا في أبحاث جاية من تونس، في من المملكة العربية السعودية، في من لبنان. والله احنا بنبدأ لإعداد المؤتمر من نهاية المؤتمر السابق لي، يعني احنا في المؤتمر السادس، بعد ما خلصنا على طول بدأنا نشتغل في المؤتمر اللي هو المؤتمر السابق بتاعنا. جت بقى حاجات كتير زي المتغيرات الاقتصادية اللي احنا بنتكلم فيها دي، فبدأنا نشتغل، وبعدين يعني زادت المجالات او المحاور بتاعت المؤتمر بسبب التغيرات اللي بتحصل في العالم كلها. من ضمن الحاجات اللي بنتكلم عليها النهاردة بعد طبعا الجائحة بتاعت الكورونا كوفيد 19، ظهور التكنولوجي وتأثيره على الممارسات العالمية مستمرة في ظل طبعا المشاكل اللي حصلت بعد كده بالمشكلة الروسية الأوكرانية وتأثير اللوجيستكس اللي هي سلاسل الإمداد والتموين، ويظهر ويستمر التكنولوجي هو الحل لهذه المشاكل. اللي يعني يخرج المؤتمر بتوصيات متعلقة بعدة تخصصات هامة في مجال التجارة وإدارة الأعمال، والتي تساهم في رسم صورة واضحة حول الأوضاع التي يعيشها العالم، بما يساهم في دعم اتخاذ القرارات وتحقيق رؤية الجمهورية المصرية الجديدة. محمد القليوبي لبرنامج حقائق وأسرار. وصلنا من أحد فاعلي الخير بيقول أنه متكفل بأحد الأيتام بدار بمدينة نصر، رغم أن هذه الدار مستقرة وبها إمكانات ضخمة لرعاية الأيتام، إلا أنه سيتم بيع الأرض وتسريح النزلاء بها وتوزيعهم على دور أخرى للرعاية، وده يسبب أذى نفسي ومعنوي لهؤلاء الصغار. احنا بنرفع هذه القضية الحقيقة إلى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي للتدخل وإنقاذ هؤلاء الأطفال من عدم الاستقرار. جاءتنا شكوى باسم مئات الأوائل من الخريجين من دفعات 2014 ل 21 يطالبون وزارة المالية بتوفير مخصصات مالية لهم وتعيينهم بوظائف الجهاز الإداري للدولة. ما زالت مشكلة المخالفين خارج الحيز العمراني مستمرة. نداء من أكثر من مليون أسرة لإيجاد حلول سريعة لهم حتى تستقر حياتهم. طيب بعد الفاصل حيبقى معانا حوار مع الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم أحمد الأستاذ بجامعة إفريقيا العالمية بعد الفاصل. الهم السوداني هو هم مصري، هو هم عربي، هو هم كل الإنسانية، كل الشرفاء على أرض هذه الأرض الكبيرة باتساعها. ولكن السودان يتعرض لمؤامرة حقيقية، الهدف هو تمزيق السودان، الهدف هو تقسيم السودان. خلال اليومين السابقين وصل إلى القاهرة قادما من الخرطوم الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم أحمد الأستاذ بجامعة إفريقيا العالمية. جاء بعد اشتعال الموقف، كان شاهد عيان على ما يحدث داخل السودان وكيف وصلت بنا الأمور إلى ما يشبه الحرب الآن التي اشتعل نيرانها بين الدعم السريع وبين الجيش وبين فئات أخرى في مناطق متعددة في دارفور وكردفان وغيرها من المناطق الأخرى. دكتور عبد الرحيم أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك. يعني الحقيقة بعد يعني الترحيب بك أنا بقول لك الحمد لله على السلامة أولا. عايزك توصف لي المشهد، إيه اللي بيحصل الآن في السودان وأنت كنت شاهد عيان على ما يجرى؟ المشهد هو في الحقيقة يعني جذوره قديمة، على أساس أنه
الدعم السريع كان يعني اشترك في حرب دارفور وكان نظام الإنقاذ استعان به ولكن الآن استأسد فصار تول صار أداة في 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 يد الدول الأجنبية لأنه طيع فحكاية بتاعت 50,000 من المجندين في الدفاع في الدعم السريع ضد الجيش. ولماذا ضد الجيش؟ ضد الجيش لأنه إذا أنت اخترقت الجيش وانتهيت الجيش ما فيش بلد. طيب هو كان بيقول أنا عايز الديمقراطية. طيب أنت بعد تجيب أنت هتجيب الديمقراطية بعد ما تقتل الناس هتحكم مين؟ بعدين الديمقراطية دي أنت هتجيب الناس بتاعنا الديمقراطية وانت الغرب مستعين بك على تنفيذ اجنده معينه. نعم. بعدين هو الغرب هيبني عليكم هذا التنفيذ. يعني انت ما هتقدرش تعمل حاجه وانت ذاتك يعني. ولماذا نقول الغرب؟ لماذا لا نقول انه صراع على الحكم بالداخل؟ صراع على الحكم بالداخل لكن دائما في خلخله خارجيه. نعم. يعني زي ما ذكرت انت قبل قليل يعني كانت في صراعات كثيره في السودان. نعم. لم تصل الى هذه الدرجه. نعم. يعني للأسف درجة هذه درجة الغليان. نعم. ولا بد من المحافظة على التراب. نعم. لأن التراب الآن في خطر. نعم. وفي يعني تحول ديموغرافي مرسوم منذ يعني مئات السنين. نعم. يعني سنة 2008 الفريق الطيب عبد الرحمن مختار قال أنا دعيت كان حاكم في دارفور كان حاكم حاكم دارفور فقال أنا فوجئت أنه لم أجد خريطة السودان في مرسومة فين لما كان السيمينار موجود في أكسفورد مؤتمر في أكسفورد نعم ففي الآخر لم يجد خريطة السودان قسم السودان الجزء الغربي دارفور وكردفان انضمت إلى النيجر وكذا والشرق انضم إلى الى 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 كسل او كده والجنوب سنه 2011 نفذ هو قال انا 2008 2011 انفصل الجنوب في الاخر عايزين يفصلوا يعني شمال السودان مع جنوب مصر للاسف يعني في تخطيط في تخطيط وعارف انا مصر واعيه لهذا الكلام ما في شك نعم وجنوب وباتجاه اثيوبيا ما هو الموقف؟ اتجاه اثيوبيا طبعا في بعد الثوره في سنه 2019 في 2021 كان الارض الفشقه دي سودانيه فكانوا يزرعوها الجيش يعني حسرهم ويعني ابعدهم من المنطقه فيها حوالي مليون فدان فيها مليون فدان ومنطقه خصبه شديد نعم واسرائيل بدايره هذه المنطقه ولها اعوان ايضا يعاونونها على تنفيذ هذا المخطط لماذا إسرائيل؟ لها إرث تاريخي في هذه المنطقة كما تقول وتدعي؟ نعم أنه الفلاشة الذين تم تهجيرهم من أثيوبيا عن طريق السودان أيضا نعم والآن هم لم يتوائموا مع في 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 المجتمع الإسرائيلي فوجدوا أن ويقولون أن سيدنا موسى كان في الغضارف نعم ويريدون حجة جديدة نعم يريدون هذه المنطقة إعادة الفلاشة وهم طبعا هم اثيوبيين اساسا ومشابهين للسودانيين ففي مخططات يعني معمول ليها وللاسف يعني ماكس سنه 2018 وهو استخباراتي امريكي مجتمع في اسرائيل مع حزب الناتو ومع الاسرائيليين وذكر انه لابد ان يكون في انهاك للدوله واقامه دوله فاشله وإقامة الدولة الفاشلة تدريجيا والآن حاصل في السودان الدعم السريع هزم في الخرطوم لكن الآن يتوزع في الولايات لأنه يعني للأسف المسألة حرب لن تقف في هذه الأيام لكن البعض يقول هدنة يقول أو هناك هدنة 72 ساعة هدنة أسبوع الجيش يطلب الهدنة ولا يطلب المفاوضة نعم. لأن الهدنة إذا رفض الجيش الهدنة معناته يدان دوليا فلا بد من بعدين ولكن من يرفض التفاوض نعم يرفض التفاوض لا يرفض التفاوض الذي يعني أنت معناته في متمردين في إرهابيين في دعم سريع ضد الجيش هل أنت ممكن تساوي كفة الجيش مع كفة المتمردين لا يمكن في دول يعني بتفاوض على هذا الأساس أنا أفاوض مين
فوضى الذي دمر البلد ودمر الجماعه مش ممكن. مش ممكن. دكتور، كان وزير الخارجيه الامريكي قال منذ فتره من الوقت ان الولايات المتحده قامت بدور مهم في الاتفاق الاطاري، وان هذا يعد من اهم انجازات الرئيس الامريكي بايدن. ما رايك في هذا الكلام؟ طبعا اذا كان تم تطبيق الاتفاق الاطاري، لانه الاتفاق الاطاري جابوا له جناح عسكري، نعم، هو الدعم السريع، نعم، فاذا تم يكون هذا يعني نجاح شديد. وفولكر وسفير امريكا كانوا يعيشون فسادا في الارض، يتجولوا يعني على كيفهم، وهم الذين يديرون هذه اللعبه بمعاونه من نسميهم من السودانيين، اخواننا السودانيين الذين لا يفهمون هذه اللعبه، تعاملوا معهم للاسف. طيب، مجله فورن بوليسي الامريكيه قالت ما معناه ان صياغه واشنطن البنود الخاصه بدمج ميليشيا الدعم السريع مع الجيش كانت السبب في تفجير الحرب التي تمت في 15 ابريل. انت تعرف ان كان في لجنه خاصه، لجنه للدمج، وكانت تستبعد حتى المسؤولين العسكريين، وهم ايضا رفضوا لان اعاده الهيكله واعاده بناء المؤسسات الامنيه كان وفقا لاجندات الاخرين وليس وفقا لاجنده السودان. في الحقيقه الجيش السوداني لم يرفض الدمج، بل قال ان الدمج يتم في سنتين، لكن الجنرال دقلو قال 10 سنين. 10 سنين معناتها عايز يعني انهاء كل شيء، ما ممكن تنتهي 10 سنين. الدمج كان الجيش لم يرفض الدمج، ولكن رفض المده المقرره التي قررها الدعم السريع، 10 سنين تمطش. أيوه. دكتور، يعني البعض يتخوف من ان الصراع في السلطان في السودان، نظرا لان السودان يتمتع بوضع قبلي واثني وعرقي وغير ذلك، والقبائل ممتدة مع تشاد ومع أفريقيا الوسطى ومع إريتريا ومع أثيوبيا، البعض يتخوف من أن ذلك قد يشعل المنطقة بحرب طائفية وعرقية وإثنية إذا ما استمرت الحرب بهذا الشكل. ما رأيك؟ في الحقيقة لن يحدث ذلك لسبب، يعني أن السودانيين متلاحمين منذ فترات طويلة من الزمن مع بعض، بالرغم من وجود هذه الإثنيات وهذه العرقيات، لكن من يؤججون يعني ويزكون حرب لإقامة النزاعات بين هذه القبائل، قد تحدث بعض الأشياء، لكن يعني الإدارة الأهلية مثلا، أقول لك الإدارة الأهلية ما دبوا مثلا في وهو من الرزيقات والبقارة وكذا، يعني عندهم رؤية واضحة تجاه هذا الأمر. يعني الإدارة الأهلية يعني انتهت في السودان، لكن ما زالت هي صمام أمان، نعم، لأنهم هم طبعا يعني عندهم الفكر وعندهم الحكمة يعني. نعم. طيب، معنا على الهاتف المحلل السياسي من منطقة الكافور، المواطن أحمد إسماعيل من منطقة الكافوري في السودان. أستاذ أحمد، مساء الخير. أولا معنا الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم أحمد، عايزين نسمع الصورة عندك، نسمع أن هناك اشتباكات الآن لديكم في منطقة الكافوري، صف لنا الحادث. مساء النور يا فندم، مساء الحمد لله رب العالمين. الأوضاع هنا يعني متوترة شديد لها كم يوم، يعني من خلال يومين كده في ضرب واشتباكات قوية شديد، أفراد الدعم السريع بيستولى على البيوت بيقعدوا فيها بالدسوة خصوصا المواطنين. نعم، يعني الوضع ما 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 ماشي لوضع مطمن. والجيش، أين الجيش؟ ما ظاهر اي افراد من الجيش في منطقه كافوري نهائيا. طب صف لنا معيشه الناس، يعني الناس عايشه ايه وعامله ايه؟ والله هو في بعض المناطق، في بعض المناطق في كافوري بدوا يفضوا الدعم السريع، يفضوا الناس وبدا يستولى على بيوت الناس الموجودين. بدا يطلع الناس الموجودين اصلا في مناطق معينه في كافوري، وبداوا هم يسكنوا فيها ويقعدوا فيها افراد الدعم السريع. متخذين يعني زي ما يقول ممكن متخذين المواطنين كدروع بشريه لهم. دروع. لكن عدم تواجد الجيش نهائيا في منطقه كافوري. لكن الان في اشتباكات موجوده في اي شكل؟ في اشتباكات موجوده، في اشتباكات موجوده انهم بين مين ومين؟ بيضربوا في طيارات الاستطلاع، بين الدعم السريع وبيضربوا في طيارات الاستطلاع بس. اللي هي طائرات الجيش السوداني. طائرات الجيش السوداني، اللي هي طائرات الاستطلاع.
نعم في طائرات استطلاع وفي طائرات اللي هي الطائرات الحربيه. هم نعم. كل الشغل بتاعهم هم بيكون بيضربوا مضادات في طائرات الاستطلاع. طمنا على الاوضاع الصحيه يا استاذ احمد. الاوضاع الصحيه مستشفيات كان في مستشفى واحده بس في بحري وخرجت من الخدمه اليوم اللي هي مستشفى حاجة صافي. ومستشفى البن جديد تبع للدعم السريع بيتم معالجه افراد الدعم السريع فيها فقط. يعني وضع المستشفيات اصبح زيرو. والمواد الغذائيه والله ما كل المحلات التجاريه والسوبر ماركتات مقفله طبعا. وفي مشكله في الكهرباء في الخرطوم وبعض الولايات من امبارح. لكن في منطقه كافوري لها 3 يوم ما في كهرباء نهائيا. ولمده 20 يوم ما في مويه نهائيا. شكرا لك استاذ احمد، نتمنى لكم السلامه باذن الله. تعليقك على وضع بك هذا الذي سمعناه يا دكتور. والله الوضع الاقتصادي طبعا يعني متردي، لانه طبعا الان المخابز صارت في شح. وطبعا كانت في شركات وشركات نهبت. نعم. الموزعين ما عادوا يجوا الى الكناتين او المحلات التجاريه عشان فزادت الاسعار. يعني البيضه صارت ب 150 جنيه سوداني البيضه. بيضه الواحد. وفي مشاكل في المياه. في الدولار بعض. بكام دلوقتي؟ نعم الدولار بكام جنيه سوداني؟ الدولار بالنسبه في السودان ما اعرف، لكن بالنسبه لمصر اظن الجنيه المصري، الجنيه المصري 16 بوينت سمثينج. الدولار اظن 16 شويه. والجنيه المصري بالنسبه للسوداني 16 وحاجه. نعم. طيب يعني صف لي رحلتك يا دكتور وانت جاي من السودان بعد الازمه دي، حصل ايه بالظبط؟ والله الرحله اول شيء احنا كنا في البيدروم لمده 3 ايام ومعي احفادي وبنت صغيره كده اسمها منى، يعني ما شاء الله بتخاف من كل شيء حتى لو الباب سد. وعندها فزع. فزع، لكن كانت ما شاء الله في ميه. عندنا 4-5 خزانات فوق في ميه. وفي معقولات موجوده. كنت في الخرطوم مش كده ولا في كافوري؟ انت في الكافوري. ايوه. انا بيتي في الدروشاب لكن. نعم. لكن ذي الاحفادي لانه زوجتي سافرت اندونيسيا لابنها هناك. فالدروشاب يعني ما فيهاش بؤر بتاع الدعم السريع، عشان كده فيها امن شويه. نعم. ما فيش مشكله. لكن الاسعار زادت والموظفين لم يصرفوا رواتبهم لانه جات على اخر الشهر كده فالمساله. وفي حاجه اسمها بنكك. بنك الخرطوم احيانا يشتغل احيانا ما يشتغل. في مشكله اذا تعاون معك البقال ممكن يسامحك وكده لفتره، لكن المساله. لما جيت على الحدود في مصر ماذا كانت الصوره؟ والله على الحدود على مصر اول شيء في السودان احنا جينا المفروض نجي ببص تريبتيك يدخلنا لغاية أسوان. نعم. ما لقيناش بس لقينا يعني بس ب 11 مليون 11 مليون سوداني. 11 مليون جنيه سوداني. تخيل 11 مليون، وهي كانت التذكرة ب 20 و30 جنيه. 11 مليون سوداني دول يساووا كام؟ يساوي اقسمها على 16. يا الله. يعني مبلغ. بعدين قعدنا في المعبر السوداني وقعدنا زي يومين حتى عدينا المعبر المصري الى ارجين وقابلنا الاستاذ احمد موسى ما شاء الله واللواء عمرو. ويعني حاولوا يذللوا كل المشاكل المتعلقه بالجوازات. انا شايف محافظ اسوان وشايف وزير الصحه كانوا هناك ايضا. نعم. 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 يستقبلوا الناس. نعم. بعدين هو طبعا احنا جينا لبلدنا طبعا، وطبعا احنا بنطلب انه مزيد من التواصل بين السودان ومصر. يعني معبر ارجين ده سنة 2016 معناته ده شيء جميل. نعم. احنا عايزين نخط السكة حديد رغما عن انف الغربيين. نعم. لازم يقوم. نعم. وهذه ارادة الشعوب. نعم. وانا بطلب من الشعب السوداني ان تكون له ارادة زي ما بيقول الفنان، يعني لازم نحافظ على تراب بلدنا. نعم. اذا اختلفنا نختلف. نعم. لكن لا نختلف للدرجة التي يضيع فيها البلد طبعا. طيب معنا ايضا مواطن من الخرطوم استاذ فاتح الفاتح احمد من ام درمان. استاذ فاتح احمد مساء الخير يا استاذ فاتح، ازي صحتك؟ وعليكم السلام ورحمه الله. احنا معنا ضيفنا الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم احمد قادم لتوه من السودان وبنتكلم الحقيقه على الوضع. صف لي الوضع في ام درمان عندك. نعم. اخبار نعم. الدنيا عندك؟
نعم نعم والله احنا حتى الحمد لله الاوضاع عندنا هادئه جدا. والحرب دي اصلا قايمه بين اجانب مرتزقه والسودان. ايوه. قايمه ضد وحده السودان وتشديد نعم. اراضيه. نعم. احنا كان خطأنا ان جبنا يعني رجل راعي ساي اديناه رتب عسكريه عليا. وهو جاهل تاريخه أسود جدا في غرب السودان ونحل أديناه فرصة يعني سلطات لديته فرصة يطمح حتى في حكم السودان سبحان الله. ده أنحى كنا نتمناه يصر لنا أيام جحفر نميري. نعم. عشان كنا أبدناه في 5 دقائق. ونحن إن شاء الله الجيش السوداني بتاعنا منتصر وهذا الرجل أجنبي ما سوداني. هذا الرجل أجنبي لأنه ما في سوداني. وضع الوضع عندك في السودان. نعم. الوضع عندك في مدرمان مستقر. الجيش متواجد عندنا مستقر. الجيش متواجد والجيش ضربهم في الخرطوم بحري ضرب عنيف جدا. نعم. وخلوا أسلحتهم وسياراتهم وحربوا. نعم. لكن برضو في كر وفر. يعني الكر والفر موجود. نعم. يعني احنا حتى ما نقدر يعني نحلم بالكذب نقول ان احنا انتصرنا 100%. لا ان احنا ماشيين نحو الانتصار. نعم. وبإذن الله ربنا معانا لانه دي مرتزقة مرتشية دخلت تفتت السودان. طيب الاوضاع الصحية قلبا وقالبا مع جحش السودان. الاوضاع الصحية والغذائية. الاوضاع الصحية سيئة جدا لانه هؤلاء المرتزقة احتلوا غالبية 90% من المستشفيات السودانية وجعلوها معسكرات لهم يعني. نعم. ونهبوا نعم. نهبوا معدات طبية البنوك التجارية كلها اتنهبت نهبوها. نعم. والوضع الصحي عندنا سيء والله يا أخي. نعم. والله نعم. سيء ونطلب من ربنا يعني عيننا ونطلب من شقيقتنا الغالية العظيمة مصر تعيننا. ربنا معكم إن شاء الله. شكرا أستاذ الفاتح أحمد من أم درمان. تعليقك على كلامه أيضا. والله هو الكلام يعني صحيح. هلا يعني مثلا بالنسبة للتعليق المصري فيما يتعلق بالتسلسل القبلي للجنرال ديغلو يقولوا ما عندوش جذور سودانية لكن الإسرائيليين في القناة الرابعة بيقولوا عنده يا ابوه سافر وكده. المهم يعني هي المساله الان يعني دارين دعم للجيش دعم سياسي الان. الدعم السياسي والدعم الوطني لازم يكون بوضوح ولازم تكون في حكومه سودانيه. الحكومه السودانيه انا ما اعرف كيف تكون لانه في كانت حكومه والحكومه دي انا شايفها يعني الان يعني صامته. لماذا استمت الدبلوماسيين السودانيين ماذا يفعلون الان؟ ماذا يفعلوا في مصر ولا في السعوديه ولا في اي دوله؟ في سودانيين عالقين وفي سودانيين عندهم مشاكل وفي سودانيين فلا بد ان يكون هناك تحرك دبلوماسي وتحرك الدبلوماسي ايضا من الدول العربيه فيما يتعلق بالسودان. السودان ما قصرش مع الدول العربيه. الدوله صحيح. الوحيده الان قدمت يعني 8 طن وتحديد 80 طن اللي هي الكويت. الكويت ما قصرتش والسعوديه ما بتقصر ومصر ما بتقصر لكن طيب. احنا دارين انهم يفهموا لا يمكن مساواة الدعم السريع مع الجيش. هذا كلام واضح. هذا تمرد ما في شك. والقنوات المأجورة لا تقول ذلك. طيب انا عايز اسألك فيما نص عليه الاتفاق الإطاري من منع المؤسسة العسكرية من ممارسة اي انشطة استثمارية او تجارية مع اعادة هيكلتها مجددا مع التدخل في شؤونها بشكل سافر. الكلام اللي حدده الاتفاق الإطاري واللي منع القيادات العسكرية من أنها تحضر الورشة الأخيرة الخاصة بإعادة الهيكلة وإعادة بناء المؤسسة. طبعا المؤسسة العسكرية لها أزرع اقتصادية وناجحة. ومعلوم أنه المؤسسات العسكرية في كل العالم لها أزرع اقتصادية حتى في مصر وفي أمريكا نفسها. حتى في أمريكا يعني موجود الكلام ده. فهم عايزين يعني يضعفوا المؤسسة العسكرية. أما المؤسسة العسكرية فيما يتعلق بأنها تتنحى
عن جانب الحكم ده يعني مطلوب شعبي، والعساكر ذاتهم لا يرفضون ذلك، لكن يكون انتخابات، والأحزاب الفكة رافضة هذه الانتخابات، لأنه ما عندهمش سند شعبي، فهم العساكر لا يرفضون، يريدون الانتخابات بعد سنتين. فترة الانتقالية الآن كان من سنة 19 إلى 23 كانت تمت الانتخابات، بس لا يريدون الانتخابات، يريدون أن يكونوا هم على الحكم أو فيها ولا نفسيها. عشان كده تم تأجيل توقيع الاتفاق الإطاري أكثر من 3 مرات. لا بعدين هم عايزين يعزلوا الشعب السوداني. يعني أنت عندك مثلا الشمال كردفان، دارفور، جبال النوبة، الشرق، دي كلها يعني أشخاص لهم كيانهم، أنت عايز تحصرها في أحزاب بسيطة؟ لا يمكن. الأحزاب البسيطة دي لأنها تول أداة لتنفيذ المخطط الإجرامي. ولماذا لا نقول أن هذه الأحزاب تسعى إلى تحقيق الحكم المدني مثلا؟ هذه كلمة حق أريد بها باطل. كيف؟ نعم يعني مثلا انت الان تريد الديمقراطيه، يعني قوى الحريه والتغيير كان نضالها واضح في هذا الاطار. نعم، اول شيء لابد نرجع للثوره 2019. نعم، الثوره ما كانش لها قائد، عشان كده يعني كنا نتوقع انه الاصم ده يكون بدات بتجمع المهنيين ثم بعد كده يعني الحريه والتغيير. اختطفت الثوره. نعم، اختطفت الثوره من من؟ والله الثوره دي كان فيها 4 اركان على حسب رايي انا. نعم، الركن اللي هو الدعم السريع، وركن الجيش اللي هو أسقط البشير، والدعم السريع أسقط البشير، وجوش الذي أسقط البشير، والشعب الشعب الذي قام، لأنه كان في جوع، لكن الجوع حصل هنا تفاقم. الرغيفة كانت ب2 جنيه سوداني، الآن ب50 جنيه وما بتجيدها الرغيف. أيوة، فهي إشكالية. فالحكم المدني هو المطلوب، لكن برواقه وبرضاء كل الجماعه. لا يحصل سيجريجيشن، لا يحصل تمييز. ده المهم. يعني احزاب تقليديه طول عمرها كانت موجوده في السودان ولها القياده، زي حزب الامه، زي الحزب الاتحادي، هذه الاحزاب اليست موجوده على الخريطه؟ هذه الاحزاب موجوده لكن شاخت. نعم، وشيء هذه الاحزاب ليست لها دستور، ومعظم الأحزاب السودانية ليست لها دستور، ودائما قائد الحزب هو المسيطر على المسألة. السيد الصادق الله يرحمه يعني كان ممكن يكون له دور كبير، لكن توفي في إبان الثورة. السيد محمد عثمان مرغني يعني ربنا يطيل في عمره، لكن يعني برضو نقول عجز، وأولاده حتى انفصلوا عنه بعض أولاده. كان في مثلا الشريف حسين الهندي. نعم، يعني كان شخصية. نعم، في رموز وشخصيات سودانية، يعني كانوا السودانيين حتى يجتمع عبد الخالق محجوب مع الترابي مع علي عبد الرحمن مع نقد، مع نقد، كل الناس دي كانت تختلف، لكن ما يصلوا لدرجة أنه يفرتقوا السودان. يعني في جهل الآن، في جهل، في جهل يعني. وفي الحقيقة الجهل ذاته جاء جزء منه في إلقاء معاهد تدريب المعلمين والمعلمات، ده أخطر قرار اتخذ إقبال 30 سنة الماضية. نعم، يعني إلقاء معاهد تدريب، يعني أنت من الزاوية بتاعت التعليم هي المعلم، والمحور التعليم الطالب. الطلب الآن يعني مشكلة كبيرة الآن، الدعم السريع نهب جامعة أم درمان الأهلي. ما لكم من جامعة الأهلي؟ والآن الطلبة يعني لهم من كورونا إلى الآن يعني التعليم في السودان انتهى تماما. ومصر مشكورة يعني استوعبت كثير من الطلاب السودانيين، وبنسب كويسة وبمصاريف كويسة، لكن احنا نطلب منهم الاجتهاد، ونطلب من أخواننا السودانيين في مصر وفي غير مصر السلوك التام المنضبط. طيب، الفريق أول عدنان حامد اللي كان وزير داخلية بدأ يرجع لقيود المدنية، وبدأ يشوف في الأحوال المدنية أن هناك 1,000,000 شخص غريب عن السودان، أخذوا ليس الجنسية بل صدرت لهم وثائق تقول أنهم ينتمون إلى أم وأب سودانية، والحقيقة أن أغلبهم كانوا مرتزقة وجاءوا من تشاد وأفريقيا الوسطى وإريتريا ومناطق أخرى، وأن هذا كان سبب في ثورة
حميدتي على البرهان ومطالبة بعزله. ما رأيك في هذا الكلام؟ الكلام هذا صحيح، لأنه فعلا في تينيس يعني لا يستهان به في هذا الأمر، وعنان وقف في وجه دقله في هذا الأمر، فكان لابد أنه يعني دي وضحت مآرب دقله. نعم. يعني أنت ديموغرافيا والغرب وإسرائيل وكلهم، يعني زي ما ذكرت لك في أول حديث أنه في تغيير ديموغرافي للغارة الأفريقية نفسها. بعدين أفريقيا إذا يعني origin of civilization كما قال أنتي ديو. يعني بس إن إحنا دائما مشكلتنا إنه الغرب يفتكر إنه دي resources، والresources دي لابد المحافظة عليها. يعني الكونغو، كونغو إلى الآن ما استقر حتى الآن، هي مشاكل. أي حاجة في بومباي الأقداء من الكونغو. كونغو فيها يعني شومبي تآمر على لومنبا، وزي ما عارف انت. نعم، تريس لومنبا. نعم. نحن الأفارقة نحن أيضا يعني لنا دور خسيس في 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 تدهور أفريقيا. الدول المحيطة بالسودان كيف ترى دورها الآن في الوقت الراهن؟ كيف ترى الدور الأثيوبي مثلا؟ والله الدور الأثيوبي إلى الآن يعني لم يذكر شيئا مضاد للسودان، لأن أثيوبيا كان عندها مشكلة تجري وكانت مشكلة داخلية، ورفضت التدخل الأجنبي حتى رفضت توسط السودان. فالآن مشكلة السودان مشكلة داخلية. نعم. يجب أن لا تدول، ولكن يعني نحن نخاف أن تصل مرحلة السودان إلى مرحلة ليبيا إلى الآن. نعم. لم تستقر. نعم. أما بالنسبة لأريتريا يعني أريتريا سياسي أفورقي هذا دخل من السودان الى اريتريا، لكن ايضا يدعم الدعم السريع، يدعم الدعم السريع لانه هو موالي لاسرائيل. وايضا مصر طبعا موقفها واضح مع السودان، مع الشعب السوداني، ومع الجيش السوداني. نعم. لا بد ان يكون ذلك، لانه الجيش والسودان. مصر مع الشرعيه، مع الشرعيه. نعم. الشرعيه دي كلمه حلوه. كيف رايت الموقف المصري في التعامل مع هذه الازمه؟ والله تعامل راقي. وداي أدار أقول لك حاجة، لماذا بدأ دقلو بمروي؟ لأنه مروي كانوا فيها يعني منطقة مروي، قاعدة مروي تدريب. نعم. تدريب. كان فيه تدريب، أنه الطيارات كلها في مروي، حرك جيوش. طيب ده ما بداية الحرب. هم يقولوا الجيش بدأ الحرب. كيف بدأ الحرب؟ أنت بدأت الحرب، جبت كل آلياتك إلى مروي. وطبعا مروي دي يعني ما شاء الله هي يعني تاريخ العالم. نعم. نعم. الحضارة المروية. نعم. نعم. طيب أنا عايز يعني أسألك، بعد هذا الصراع اللي بيتم على أرض الواقع، إلى أي مدى تعتقد بقدرة الأطراف الدولية والإقليمية على الوصول إلى حل يقضي بعد التهدئة بوقف إطلاق النار؟ أنت كغاضي أو كشاهد عيان لابد أن تكون عادل. إذا لم تكن عادل لن تصل إلى الحلول. فأنت شايف أنه مثلا الدعم السريع تبرد، لا يمكن أن تقول لي تفاوض مع الدعم السريع. لا تفاوض، لا تفاوض مع الدعم السريع. لكن القوى الخارجية ممكن تقول لو أنت أخطأت هنا، والجيش يعني سمح لكل من كان في الدعم السريع ويريد أن ينضم للجيش مرحبا به. طيب معنا الأستاذ محمد كروم، صحفي ومحلل سياسي من السودان. أستاذ محمد مساء الخير، يعني أود أن تضعنا في صورة الواقع الراهن الآن وتصوراتك لما يمكن أن يتحقق في الفترة المقبلة. هل يمكن أن تكون بالفعل هناك هدنة جادة تؤدي بالفعل إلى وقف إطلاق النار ثم يتلو ذلك مفاوضات، أم أن الأمر سيظل محض اختراق مستمر ودائم كما نرى في هذا الوقت؟ نعم، مرحب بك أستاذ مصطفى، ومرحب بمشاهديك الكرام وبكل المتابعين. نعم، الأوضاع في السودان الآن يعني ليس هنالك جديد يذكر منذ اندلاع الأزمة في 15 أبريل، في 15 من أبريل. نعم. بشكل عام الجيش مسيطر على الأوضاع على اعتبار أنه هو الذي يملك المشروعية ويملك السند الشعبي ويملك الحق في حماية البلاد من تمرد
حقيقي وتمرد مكتمل الأركان، قادته قوة يفترض أنها جزء من مؤسسات الدولة حاولت أن تصدو على الحكم بقوة السلاح، وبالتالي تصدى لها الجيش بالرغم من الصدمة الأولى التي صاحبت هذا التحرك الذي قام به قائد التمرد في السودان. الأوضاع الآن هي أفضل من الناحية الإنسانية والأمنية، أفضل من الأيام الأولى باعتبار أنه حتى الناس تعاملوا مع هذا الواقع وبدأ تضيع للحياة. هذا يبدو واضحا جدا في الشوارع، في حياة الناس، في الخروج إلى الأماكن المختلفة. هذا هل هذا ناتج من سيطرة الجيش على الأوضاع في بعض المناطق؟ نعم، هذا جزء كبير منه. يعني الجيش الآن مسيطر على كل الأوضاع، يعني مسيطر على كل الأوضاع، وهذا لا ينفي أن القوة المتمردة هي موجودة في الشوارع، موجودة في أماكن كثيرة جدا، وتحاول أنها تصل إلى مواقع أخرى، ولكن يتصدى لها الجيش. في نقطة يا أستاذ مصطفى قد لا يعني ينتبه لها الكثيرون، على اعتبار أن ما يدور في السودان الآن معركة حربية، هنالك منتصر وهنالك منهزم، ولكن في حقيقة الأمر حتى الأماكن التي تتواجد فيها قوة الدعم السريع المتمردة هي أماكن كانت موجودة فيها قبل اندلاع الأحداث. على سبيل المثال، يعني وجود في القصر الجمهوري كان وجود قبل اندلاع الأحداث باعتبار القيادة العامة في التلفزيون. نعم، في كل المواقع التي تتمركز فيها الآن هي مواقع موجودة فيها منذ 4 سنوات وثلاث سنوات وهكذا. بالإضافة إلى أن كل معسكرات الدعم السريع في الخرطوم وفي مناحي الخرطوم المختلفة هي قد دمرت بالكامل، فبالتالي لم يعد لهذه القوة أي مكان غير التواجد في الشوارع والدخول إلى المستشفيات وإلى بيوتات المواطنين وإلى المؤسسات الحيوية لتحتمي بها من الطيران العسكري وطيران الجيش السوداني الذي يعني يتابعها في كل الأماكن ويتركها لتكتيك عسكري واضح جدا، الغرض منه إنهاك هذه القوة بالوجود ومنع التموين والتشوين ووصول الإمداد لها. الجيش الآن يركز بشكل كامل على قطع التموين الذي يأتي من مناطق مختلفة، وحتى الذي تزعى فيه بعض الدول التي يعني يعرفها الناس، بعض الدول الإقليمية التي تحاول أن تدعم هذه الميليشيا داخل السودان لأسباب معروفة ومعلومة، يعمل الجيش السوداني على منع هذه الأسباب بالدرجة الأولى، ثم ينتقل تدريجيا للتعامل معها داخل المدن. هذه حرب مدن حقيقية داخل الخرطوم، فبالتالي الجيش السوداني يملك خبرة كبيرة جدا، أكثر من 106 عام وأخاف حروب كثيرة جدا داخلية وخارجية، ولكن لم يتعرض إلى هذه العملية بهذا الشكل، أن يحارب قوة كانت جزء من المؤسسة العسكرية السودانية وأدخلت إلى الخرطوم أكثر من 60,000 مقاتل. أكثر من 60,000 مقاتل قبل اندلاع هذه الأحداث لأسباب معروفة، وتمركزت في كل المناحي المختلفة. يتعامل معها الجيش بتكتيك واضح جدا، منعا للخراب والدمار ومنعا لموت المواطنين، لأن القوة تستخدم المواطنين كدروع بشرية. الرجوع لسؤالك الجوهري في مدى نجاح أو مدى قدرة الوصول إلى هدنة ومن ثم إلى تفاوض، أنا أعتقد أن المجتمع الدولي يبقى في هذا الاتجاه ويتعامل، أنا أتحدث من الناحية التي أنظر لها كمراقب، يتعامل الجيش مع ضغوطات المجتمع الدولي الذي يزعى إلى فرض واقع جديد بعد تقدم القوات المسلحة بشكل كامل ويعني اقتراب من السيطرة على البلاد وإعادتها للوضع الطبيعي. يحاول المجتمع الدولي لأجندة معروفة ومعلومة أنه يفرض أجندة سياسية بتفاوض وحوار وما إلى ذلك. هذا مطلوب، هذا طبيعي في أي وضع لوضع الحروب وضع الصراعات، أن هنالك تفاوض، أن تكون هنالك هدنة وهدن إنسانية حتى يتم يعني تمرير المساعدات الإنسانية، لأن الناس يعيشون أوضاع سيئة. هنالك الكهرباء والمياه كانت يعني منقطعة لأكثر من 3 أو 4 أيام في مناحي كثيرة من الخرطوم، هنالك مشكلات في المستشفيات، هنالك أشياء كثيرة جدا تواجه السودانيين، لكن الرأي العام الشعبي الكامل يقف الآن مع الجيش ويطلب ويطالب حتم هذا التمرد حتى لا يتكرر هذا الأمر مستقبلا، لأننا كنا نعيش في وضع غير طبيعي لسنوات عديدة. نحن في بلد مثل السودان لتأثيره المعروف، تأثيره في المنطقة وفي الإقليم ومكانته وموقعه
الاستراتيجي، وبالتالي لا يمكن بلد بهذا التاريخ أن يعيش في ظل صراعات في وجود جيشين، هذا غير ممكن. هذا خطر على السودان وخطر حتى على دول الجوار، كل دول جوارنا ستعاني من هذا الخطر إذا لم ينتبهوا. وأنا أفتكر أنه الدول القريبة مننا والتي تنظر إلى هذا الأمر بمسؤولية تعي ذلك، وأنا أعني مصر ودولة تشاد تعامل بمسؤولية كاملة جدا تجاه ما يحدث داخل السودان. تشاد أغلقت الحدود واتخذت موقف، هنالك أريتريا أيضا عبر رئيس أسياس أفوركي بالأمس تحدث في التلفزيون الأريتري وتحدث بمسؤولية بالرغم من ما كان يقال عن يعني دعم للقوى المتمردة وما إلى ذلك، لكن نحن نتعامل بالظاهر. هنالك حديث إيجابي منه وكثير من الدول أثيوبيا، حتى أثيوبيا لا يعني لم تبدي موقف سلبي. أنا أفتكر الدول الجوار مواقفهم مطمنة ومواقفهم داعمة للسودان وللجيش السوداني، وهذا من مصلحة الجميع. أكيد أكيد. أستاذ محمد كروم المحلل السياسي من الخرطوم، شكرا جزيلا لك. فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى لنكمل الحوار مع الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم أحمد بعد الفاصل. عودة مرة أخرى للحوار مع الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم أحمد الأستاذ بجامعة إفريقيا العالمية، ونحن الآن نستمع إلى أغنية وطن السودان وأشعر بمشاعر ضيفي الكريم ومشاعر كل سوداني اغترب عن بلده في هذه الفترة. دكتور، كيف ترى تأثير الأزمة السودانية على موضوع سد النهضة؟ السودان طرف أساسي في هذا الأمر. لا يعني بالنسبة لسد النهضة طبعا هو مسألة حيوية بالنسبة لمصر والسودان، ولكن يعني دائما يعني دمانا بتذكر الخديوي محمد سعيد قالوا له يعني اهجم على اثيوبيا، قال لهم ليه هجم على اثيوبيا؟ دي اثيوبيا بتجيني هنا، دي الطمل الاثيوبي بيجيني. فدائما يعني الوفاق فيما يتعلق بهذا الامر فنيا واخويا وكده يعني موضوع مهم، لكن طبعا النظرة المصرية فيما يتعلق بذلك لها أسس، فهذه الأسس كما يقول بروف شراكي عباس شراكي عباس شراك. فلا بد من أنه يصلوا إلى حلول، والحلول هي مهمة. وسد النهضة قام لكن في رؤية مصرية لابد من استصحاب. لكن هناك تصريحات أثيوبية تقول أنه ما فيش يعني مفاوضات أو جلوس إلا بعد أن ينهي السودان أزمته. لا علاقة لأزمة السودان بالسد، لأنه هذه مسألة لها أكثر من 4-5 سنوات تفاوض فيما يتعلق بهذا الأمر. وهذا تمطيط أو جرجرة من سمي في السودان لهذا الموضوع. فلا داعي لذلك، لكن ممكن لأن السودان قد يكون طرف في هذا الموضوع، يمكن الأثيوبيين ينظروا لهذه المشكلة، يمكن احتمل. طيب، معنا المحلل السياسي المختص بالشأن السوداني الأستاذ خالد محمد علي. أستاذ خالد، معذرة أمس يعني تليفون قطع، لكن أريد أن أسألك اليوم عن تأثيرات الأزمة السودانية على مسألة سد النهضة والحقوق التاريخية لمصر والسودان في هذا الأمر، وكيف يمكن يعني السعي الدؤوب من أجل الفصل ما بين حقوقنا وبين هذه الأزمة التي تحتج بها أثيوبيا الآن مرة أخرى. أهلا بضيفك الكريم الدكتور عبد المجيد وبمشاهديك الكرام. بداية، في قاعدة بتقول أن تدويل صراع في أي منطقة معناه تدويل الأزمات كلها. وتدويل الأزمة السودانية معناها على طول بالضرورة كده إن هناك أطراف تسعى إلى التدخل أيضا وتدويل قضية سد النهضة وقضية المياه، على الرغم من أن هذه القضية تهم دول ثلاثة بعينهم، هي مصر والسودان باعتبارهم دولتين مصب ودولتين ممر، وأثيوبيا باعتبارها دولة. إذن القضية يمكن أن يلحقها ما يلحق بالأزمة السودانية أو بالصراع السوداني، وهذا بالضبط ما تسعى إليه أثيوبيا وما بدأت بالفعل
في الاحتجاج به منذ اللحظة الأولى. وإذا ما رصدنا العلاقة الخاصة اللي كانت تجمع ما بين محمد حمدان دوغلو وبين أبي أحمد رئيس وزراء السودان والزيارات التي كان يقوم بها منفردا وبعيدا عن الدولة السودانية والموقف الذي اتخذه حمدان، يظهر أيضا أن هناك شيئا ما يربط ما بين هذه الأزمة وبين أزمة صد النهضة. أثيوبيا ترفض، وهذا مخالف لكل القوانين الدولية ولكل الأعراف الدولية، التوصل مع مصر والسودان إلى اتفاق قانوني ملزم. مصر والسودان لا تطالبان بشيء أكثر من حقوقهما أو بأشياء تفوق حاجات الشعبين، هي بتطالب فقط بتوقيع اتفاق قانوني ملزم يضمن لجميع الأطراف الحقوق المتراوية والعادلة للمياه والاستفادة من المياه، وحتى استفادة أثيوبيا من الكهرباء ومن التنمية على مياه النيل الأزرق. ولكن للأسف الشديد المجتمع الدولي كان متواطئا، وكلنا شاهدنا هذا الاتفاق الذي عقد بداية في يناير العام الماضي في واشنطن، وكان انتهى الاتفاق تماما وبقي فقط التوقيع، وكل الأطراف مصر والسودان وأمريكا كلهم كانوا جاهزين للتوقيع، ولكن أثيوبيا انسحبت اللحظة الأخيرة لكي لا تصل لهذا الاتفاق الذي يمكن أن يحول سد النهضة بكل ما فيه إلى وسيلة للتنمية لجميع الدول الثلاثة. ولكن يبدو أن أثيوبيا تريد اختطاف نهر النيل، يبدو أن أثيوبيا تريد اختزام هذه المياه داخل خزان للبيع، يبدو أن أثيوبيا تنسق مع أطراف إقليمية ودولية في هذا الاتجاه، وهي ترفض وتريد أن تفرض أمرا واقعا على مصر والسودان بأن تتراوح أو توقع أو كما تزعم أنها ستوقع بعد إمال البناء والإنشاء والتخزين وتوليد الطاقة، وهذا شيء لا يمكن أن يقبله لا عقل ولا يقبله قانوني أو حتى الاتفاقات الدولية التي تحكم المياه الجارية بين دول متشابهة. للأسف الشديد الأزمة السودانية يا أستاذ مصطفى هي أزمة تم صناعتها لكي تكون كذلك، أي هي أزمة صنعت من الخارج، تم اختطاف أطرافها وتم اختطاف السودان فيها لكي يتم الوصول إلى أهداف واضحة وليست سرية، هو الدخول إلى أفريقيا. الصراع ما بين أمريكا وبين روسيا والصين في أفريقيا هو صراع مكشوف، وحضرتك بالتأكيد تابعت هذه القمم التي عقدت برعاية هذه الدول سواء كان في واشنطن أو روسيا أو حتى الصين حول أفريقيا، وهناك اتجاه دولي للسيطرة على ثروات هذه القارة السمراء التي ما زالت بكرا والتي ما زالت كل ثرواتها مواد خام، وتسعى هذه الدول لوضع يدها عليها. السودان توصف بأنه الكنز الرابع لمخزون الغذاء في العالم، وهكذا قالت الأمم المتحدة وتقرير التنمية في الأمم المتحدة أنه المخزون الرابع للغذاء في العالم. ومن هنا يمكن أن نلاحظ لماذا كل هذا الاهتمام، لماذا يخرج الرئيس الأمريكي ليقول أن ما يحدث في السودان يهدد الأمن القومي الأمريكي، من أين أتى بهذه الفرية أو هذه الكذبة أن يهدد الأمن القومي الأمريكي، لأنهم فعلا يعتبرون أن الثروات السودانية هي جزء وثروات أفريقيا جزء مستحق لهم، هو الكنز اللي يجب أن يضم أيديهم عليه وليس نحن. وفي اعتقادي أن هناك خديعة كبرى تم ممارستها واللعب بها على أطراف داخل السودان للأسف الشديد، هذا التيار الذي يدعي المدنية والديمقراطية وحقوق الإنسان ويرفع شعارات كلنا معها، ولكنها شعارات للأسف الشديد ستؤدي في النهاية إلى تسليم وتسلم. هذه المجموعات تسعى لتسلم السودان من أبناء شعبه، لتسليمه من هذا من القوى الاستعمارية الجديدة. هذا أمر لا يمكن لأي عاقل أن يتغافل عنه. ما يحدث هو بالنص ما قام ببريمر، هو بالنص ما حدث في العراق، هو بالنص ما حدث في ليبيا،
لا يمكن أن نكون نجرب مجرب هذا فعل لا يبقى قبوله ولا يمكن تبريره. ولذلك أنا بتصوري أن هذه المعركة الدائرة الآن ليست دائرة بين طرفين، ولكنها معركة بين الاستقلال والتبعية. طرف يريد استقلال بلاده والحفاظ على سيادة وطنه والحفاظ على جيشه وأمنه القومي والحفاظ على دول الجوار وعلاقات متشابقة وقوية مع دول الجوار، وطرف آخر يريد أن يعمل مرتزقة عند مجموعات الاستعمار الجديد وكل ذلك بمقابل، وكل ذلك سوف يكون بالضرورة على حساب السودان، ليس على حساب السودان فقط لكنه هو على حساب مصر، منطقة بأسرها على حساب مصر بالدرجة الأولى. الدرجة الأولى هي الدولة الكبرى المستهدفة، وهي الدولة الكبرى التي انظر يا أستاذ مصطفى في كل تصريح يخرج من سواء كان من واشنطن أو من لندن أو حتى من باريس يحدث على أنهم يضغطون على الأطراف الفاعلة في السودان والقوى الإقليمية الفاعلة في السودان ويذكرون دولا ولا تذكر مصر إطلاقا. هذا مقصود، وهذا التجنيد للدور المصري، لأن الدور المصري يقف مع ثوابته الوطنية اللي هي مع الدولة المركزية مع الدولة الواحدة مع الجيش السوداني مع الأمن القومي السوداني. شكرا. وهذا يخالف تماما ما تسعى إليه الأطراف الأخرى. شكرا لك الأستاذ خالد محمد علي المحلل السياسي ونائب رئيس تحرير صحيفة الأسبوع. دكتور تعليقك. تعليقي والله يعني أهم شيء أنه يدودنا زمان والصون على الوطن. نعم. فالوطن سواء في مصر ولا سواء في السودان ولا سواء أي دولة أفريقية لا بد من المحافظة عليه. نعم. والمحافظة عليه لا تتم إلا بالتوافق، أما التنافر فمعناته ضياع الوطن. بعدين في حاجة اسمها الحرب الصفرية زيرو وور. نعم. وفي فور جي دبليو الحرب الجيل الرابع. نعم. الجيل الرابع هذا الآن. نعم. يعني نعم. نحن نتقاتل مع بعض وهم يتفرجون وبعدين هم يجوا يملوا علينا قرارات وبعدين إحنا نطيع هذه. كما حدث في العديد من البلدان. نعم. الأخرى. في نهاية هذا الحوار لا يسعنا إلا أن نشكر ضيفنا السوداني العربي الكبير الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم أحمد الأستاذ بجامعة إفريقيا العالمية. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا لكم، ونلتقي الخميس القادم في السادسة مساء بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. شكرا.